تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفرج العالي والذي يأتيكم من شاشة التلفزيون الشرقية وعلى الهواء مباشرة، وكذلك عبر موقعنا على الإنترنت www.الشرقية.com. للمشاركة والتواصل أرقام الهاتف 00971436720 مكرر 89 و00971436720 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج السرطان المائي حتى الساعة 4:43 من فجر الاثنين، ليدخل بعد ذلك برج الأسد الناري ويظل فيه حتى الساعة 5:20 من مساء الأربعاء، ثم ينتقل إلى برج العذراء الترابي ويمكث فيه حتى الساعة 5:01 من فجر السبت، ليدخل برج الميزان الهوائي ويبقى فيه حتى الساعة 1:38 من ظهيرة الاثنين من الأسبوع المقبل. إذن هذه هي وضعية القمر في الأبراج لهذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل حاليا وحتى فجر الاثنين في برج السرطان المائي. من فجر الاثنين وحتى مساء الأربعاء في برج الأسد الناري، من مساء الأربعاء وحتى فجر السبت في برج العذراء الترابي، ومن فجر السبت وحتى ظهيرة الاثنين في برج الميزان الهوائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الأحد من الساعة 9:32 صباحا وحتى الساعة 4:43 من فجر الاثنين. يوم الثلاثاء من الساعة 5:42 مساء وحتى الساعة 5:20 من مساء الأربعاء. يوم الجمعة من الساعة 12:13 ظهرا وحتى الساعة 5:01 من فجر السبت. ويوم الأحد من الأسبوع المقبل من الساعة 10:47 ليلا وحتى الساعة 1:38 من ظهيرة الاثنين. مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف التي تطرمهم حضراتكم أسفل الشاشة مهي الاستخدام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. أي سؤال يوجه إلى صفحة البرج العالي على الفيسبوك تكون فقط من خلال الرسالة وليس على الصفحة العامة. نأخذ اتصال هاتفي. ألو. ألو. نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. من يعني؟ فضلي على الهواء. شلونك أستاذ؟ بخير الله يسلمك. بس سمعيني من التليفون بلا زحمة. من يعني؟ أستاذ، أنا قبل لا أتزوج مواليدي هي 93/13/2، بعد ما أتزوج تغيروا الجنسية مكتوب 8/2، يعني شنو يعني ما أعرف شو تخربطت علي. ياهو الحقيقية. نعم؟ ياهو الحقيقية، ياهو الأضبط، يعني ياهو الدقيق. هل تبي الجنسية 8/2؟ ما العلاقة الحقيقية شقد بالجنسية؟ اكو ناس يصغرون نفسهم وبناس ما اعرف. هي كانت 13/2 يعني دائما اشوفها، بس هسه 8/2. زين نمشي على 13/2. اذا 13/2 او 8/2 ف كل الاحوال راح يصير برج الدلو. اوكي؟ برج الدلو؟ نعم. اذا 8 او 13 يعني الحظ. من ناحيه الحظ منع ما اقدر اجاوب اشتين منع، ما اعرف مواليدك هسه مضبوطه 8. اذا يوم 8 فانت غير محظوظه. اوكي. واذا يوم 13 ايضا، اذا يوم 13 ايضا هم حتكونين ما محظوظه. من هي يعني؟ برج انا صابرين ورجلي مواليد 88/6/12. زين، هو من مواليد برج القوس، شنو سؤالك؟ يعني احنا
المفروض كأبراج منسجمين، بس بما أنه ما أعرف مواليدك الحقيقية يعني ما تعرفين، فخليها على الأبراج. أوكي، أنتوا يعني الدلو والقوس من النوع العلاقات اللي تعتبر إيجابية إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا في الصابرين. نأخذ اتصالات فيها. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. من جاي؟ زينب. أهلا وسهلا زينب. يوم مواليد؟ أنا من مواليد برج السرطان، واشتريت بيت بشهر الخامس بتراجع المريخ بالميزان يوم 5/5 صارت المعاملة كتابة هوان. شنو التأثيرات السلبية اللي تصير؟ اشتريت وكملت المعامل بس ما تحولت فيه. أكو أشياء يعني مو زينة بي؟ شو وقت وقعت العقد؟ بدأت المعاملة نشتغل بها 5/5 وانتهت 15/5. اوكي، يوم 5/5 لحد ساعة بالدعش و يعني ب12 الا ربع كان اكو خلو مسار. اوكي، انت يعني مو زين؟ ما اقول لك مو تقريبا اي مو زين، لان على اعتبار انه اول شيء يعني احتمال مثلا مغلوب تنغلبين بسعره يعني، او ما مطيته قيمه اكثر من حقه يعني اللي هو يستحقه. اي صحيح، هو مطينا قيمه اكثر من حقه. ليش استعجلتي اذا انت تتابع البرنامج وتعرفين هذا؟ مو البيت هوايه شرايه علي واستقبلنا. يلا ان شاء الله بها الخير، دفعي صدقه وان شاء الله خير. عند السؤال اخر زينب. يعني انا ما تحولت بي، بس اشتريت وخلصت المعامله. خلاص يعني اتوكلي على الله. اشياء سلبيه بالمستقبل اكو فيها اشياء سلبيه؟ ما يعني ما اقول لك ماكو ولا اقول لك اي اكو 100%. الله كريم. عند السؤال اخر؟ شكرا. اهلا وسهلا بك زينب. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. نعم تفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. من جاي؟ شلونك؟ بخير الله يحفظك. من جاي؟ أنا أبو علي. أهلا وسهلا أبو علي. يا مواليد 12/12. نعم 12/12/1955. أوكي أبو علي، أنت من مواليد برج القوس، شنو سألك بالتحديد؟ أنا أشوف الطالع وأبي أشوف حظي، شو يعني أكو أمرار يعني تصير بتعثر سفر يعني كل هاي القضايا. زين، انت من مواليد ضمنها يعني انا مولود الفجر يعني بين 5 إلى 5:30. زين، انت من مواليد برج القوس ارقامك 3 و8، عندك رقم 3 مكرر مرتين 3 و8. بس انا اشوف ارقام الحظ اللي لي استاذ بفوز، اسمح لي، ارقام الحظ دائما تمشي وياي الاثنين والثلاثة. الاثنين وثلاثة ما عندك اثنين، انت من المواليد عندك الثلاثة وعندك 8. نعم. اوكي، المهم انت ارقامك 2 والعفو اسف 3 و8. عندك رقم 3 مكرر مرتين، فانت من النوع اللي نقدر نقول عليه حياتك متوازنة ما بين الحظ وما بين المتاعب، بس نقدر نقول يعني شوية نقدر نقول عليك محظوظ على اعتبار عندك رقم 3 مكرر مرتين من يوم الميلاد ومن البرج. هاي واحد. بخصوص السفر، هذه السنة من منتصف شهر 7 وصاعدا تبدي عندكم انتم مواليد برج القوس افضل سنة للسفر البعيد، أو بالنسبة لطلاب الجامعات أو الطلاب اللي يريد يكمل دراسته، أو طالب الجامعة اللي مثلا يحب يكمل دراسة دكتوراه ماجستير عند دراسة أكاديمية دراسات العليا تكون أوكي إله. وأيضا للسفر البعيد ممكن تسافرون مكانات ما مسافريها قبل يعني بحياتكم. أنا يعني عندي سفرة بس ما أعرف بالضبط يعني شو. خليها على موظف يعني. نعم خليها على السابع يكون أفضل، يعني شهر السادس تجنب السفر به بصورة عامة. أوكي. من ناحية صحية، الفترة الحالية فترة إيجابية لك، إذا لا سمح الله عندك أشياء معاني منها أو ضاغطة على صحتك الفترة الماضية كانت ضاغطة على مواليد برج القوس من ناحية صحية. حاليا وصاعدا وجود الزهرة في برج الثور، هذا لكم البيت السادس المسؤول عن الصحة، فبالتالي هذا يعطي تأثير إيجابي من ناحية صحية لكم بشكل خاص. أوكي، هو صفر لا في شو يعني مثلا نوبات من اقوم في الشغله الا بصعوبه، يعني مو مثلا الحظ نوبات صحيح يعني نوبات بصعوبه يلا احصل على اللي هذا. نعم اريده او هذا من رقم 8 يعني سبب.
هذا من رقم 8 اللي عندك، بس مع ذلك تحصله يعني الحمد لله والشكر، بس تتأخر عندك يعني تريد شغلة ورا فترة يلا تصير عندك يعني تعب شلعان قلب خلينا نقول، بس تصير بس تصير. نعم. من الناحية المادية هسه يعني من الناحية المادية هو يعني شيء يعني إلية بالذات يعني مو ك ناحية المادية يعني. ناحية المادية المفروض كل الزينة صار لها تقريبا سنة راح يصير سنة لحد نص شهر 7 أفضل شيء لكم أنتم أكثر الأبراج المستفادين من ناحية مادية هم أنتم مواليد برج القوس ومواليد برج الجوزاء مفروض. نعم. نعم. أشكرك جزيلا. أهلا وسهلا بك. أهلا. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو نعم. مشاهدين الكرام أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مايل استلام مشاركاتكم أو تواصلوا معنا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. أي سؤال يوجه لصفحة البرج العالي يكون فقط من خلال الرسائل، أي سؤال يوجه على الصفحة العامة ما أرد عليه ويكون فقط من خلال الرسائل. ألو. ألو نعم. ألو. أبي أعرف برجي. من وياي؟ شمس. شمس. شو مواليد شمس؟ 24/6. أي سنة؟ والله ما أعرف. ما تعرفيني أصلا إن جاية على الدنيا؟ 99. أنت من مواليد برج السرطان شمس. أوكي؟ شنو السؤالج بالتحديد؟ أريد أعرف أرقامك. 2 و4 و6. يعني أنا محظوظة ولا؟ من ناحية الحظ طبيعية يعني نقدر نقول عليك إنسانة متوازنة. المهم ما عندك رقم 8 فنقدر نقول عليك أوكي. عندي سؤال آخر شمس. يعني من ناحية الدراسة. من ناحية الدراسة أنتي واجتهادك هاي الفترة إذا عندك امتحانات لحد من 7/6 إلى من 7/6 وصاعدا عندكم امتحانات لازم كل الطلاب وأنتوا بوجه خاص مواليد برج السرطان لازم تنتبهون في مجال الدراسة على اعتبار أنا ذاك راح يكون كوكب عطارد بحالة تراجع. إذا قبلها أو وراها ما عندكم مشكلة. من بس شهر السادس من بدايته لحد 1/7 هاي الفترة شوية تكون صعبة على جميع الطلاب بشكل عام. سؤال آخر شمس. هم؟ عند السؤال آخر. يعني من ناحية الحظ. مو قلتش من ناحية الحظ طبيعية. فرجعت يعني بس يعني أنا متراهمة يعني وهي الأحبة ولا هاي ما أعرف قد مواليده والله ما أدري لازم أعرف مواليده أوكي شمس تأكدي واتصلي مرة ثانية شمس هلا بيك نأخذ اتصال هاتف آخر ألو. ألو نعم تفضل ألو تفضل اتع الهواء الو مساء الخير مساء النور اهلا وسهلا من جاي؟ نبيل بن فيصل حمود نبيل؟ فيصل حمود نبيل لو فيصل العفو نبيل فيصل حمود نبيل اوكي ايش قد مواليدك نبيل؟ لبيب 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 1988 4/8 أنت من مواليد برج الأسد لبيب، شنو سؤالك بالتحديد؟ أريد أعرف برجي أنت من مواليد برج الأسد. اسألني حتى أجاوبك. 88/4/8 أنت من مواليد برج الأسد، شنو سؤالك؟ لبيب اسمعني من التليفون. ركز على التليفون بلا زحمة حتى تكون وياي. من ناحية الحظ أنت إنسان طبيعي هذه السنة من منتصف شهر 7 وصاعدا تبدي عندكم أنتم مواليد برج الأسد سنة حظ هذه ما تتكرر إلا كل 12 سنة مرة واحدة هذا الحظ يكون كل واحد طبعا حسب مكانته الاجتماعية حسب اجتهاده حسب إمكانياته أو دراسته يعني ثقافته إلى آخره يعني فتختلف من شخص لآخر يعني تعطيكم فرص للعزاب للزواج على سبيل المثال او مثلا للموظف ممكن انه يترقى يحصل على عمل افضل او منصب افضل بمعنى اوضح
واللي دا يدور على شغل يكون عنده مثلا تكون عنده فرص إيجابية أن يحصل على عمل يعجبه، وبالتالي بعدين مستقبلا يستفاد من عنده إن شاء الله. بس أنت شخصيا إنسان طبيعي، عندك سؤال آخر؟ طبيعي؟ نعم سعد إنسان طيب مو أنت؟ نعم الناس كلها يحبون سعد. هاي ما لها علاقة، هاي ما هاي شغلات أنا مع المحبة ما محبة ما أعرف بها، ما أتدخل. نعم. سألاني متزوج يعني الزواج. شلون؟ متزوج يعني حاطز زوجي يعني. حال ناحية الزواج أيضا وضعك طبيعي إن شاء الله، ما عندك يعني على طول السنة وضعكم تقريبا مستقر، ما عندكم أي مشاكل ولا بنفس الوقت مثلا أشياء تدعم من شراكتكم، وضعكم طبيعي مستقر إن شاء الله. أهلا وسهلا بك. يا مشاهدين الكرام، أرقام الهاتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مايل استلام مشاركاتكم، أو تواصلوا معنا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. نكون الآن مع كوكب عطارد. في الساعة 12:12 من ظهيرة يوم الخميس الموافق 29 من أيار مايو، انتقل كوكب عطارد من برج الجوزاء الهوائي إلى برج السرطان المائي. سيمكث فيه أولا في حركة أمامية إيجابية حتى الساعة 2:56 من مساء يوم السبت الموافق 7 حزيران يونيو، ثم يشرع في التراجع أولا في برج السرطان حتى الساعة 1:04 من ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق 17 حزيران يونيو، ثم ينتقل إلى برج الجوزاء الهوائي وهو بحالة تراجع، ويواصل تراجعه في برج الجوزاء الهوائي حتى الساعة 3:50 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 1 تموز يوليو، يعود إلى الحركة الأمامية الإيجابية. وجود عطارد في السرطان وفي حركة أمامية إيجابية يمنحهم قوة الحركة والاتصالات واللقاءات، ويدفع بهم إلى المطالعة والدراسة، وهم حاليا بحاجة ماسة إلى ذلك، خاصة الطلاب على اعتبار أن فترة الامتحانات النهائية لهذا العام. من هنا يجب استغلال الوقت جيدا من الآن وعدم الانتظار للحظات الأخيرة. يستفيد فكريا وفي مجال السفر والاتصالات مع مواليد برج السرطان مواليد الأبراج التالية: العقرب، الحوت، الثور، العذراء والجدي. وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب عطارد ساعة ولادته في برج السرطان المائي. من يولد وكوكب عطارد لديه في برج السرطان يأخذ في الحسبان الجانب العاطفي في الموضوع الذي يتخذ القرار بشأنه، كما تبرز لديه الذاكرة النشطة. مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مايل استلام مشاركاتكم، وتواصلوا معنا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي. وعودة للمشاركات الهاتفية. ألو. ألو. ألو نعم تفضلي. السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ بخير الله يسلمك. من جاي؟ حلا. أهلا وسهلا. حلا يا مواليد. من مواليد 1992. 2-2. حلا انت من؟ انا احب اعرف اسم برجي. انت برج الدلو. ارقامك 4-5-2-4. ارقامك 2 و4 و5. انت من مواليد برج الدلو. الدلو؟ نعم. يعني عن شنو شبيه يعني؟ زين مو زين البرج، ما اريد اعرف يعني. ماكو برج زين وبرج مو زين، يعني مرات مثلا يقول لك شنو الاحسن الابراج، دائما يسالوني هذا السؤال. يعني من ناحية التعيين، أنا مقدمة ودي أشوف التعيين، يعني أكو نتيجة لا. زين، من ناحية التعيين أنتوا أصعب شيء، أنتوا عندكم مواليد برج الدلو صار 3 سنوات، يمكن أنتي ما حاسة بهذا الشيء، اللي مثلاً اللي دا يشتغل أكثر شيء منه دا يعانون من ضغط في مجال العمل، يعني أنتوا فرصكم ضئيلة، هذا الضغط رح يبقى مستمر لحد نهاية السنة أو حتى بداية السنة الجديدة، سببها إنه وجود كوكب زحل في البيت العاشر، فبالتالي اللي دا يشتغل مثلا ما يحصل على الشيء اللي يستحقه فعلا في مجال عمله،
واللي مثلا اللي دي يدور على شغل مثلا ممكن غيرك ما عنده الكفاءة مالتك او الخبرات على سبيل المثال يحصل على شغل انت ما تحصلين، فشوي العمل ما انكر يعني ما اكتب عليك عندك صعوبات بي، بس ما اقول لك لا تدورين، دوري ان شاء الله تلقين، بس اكو صعوبات اتوقعي يعني، بس ان شاء الله خير. تفضلي. يعني عندي بعد اختي فرح مواليدها 89/6/3/6/3/9 زين، هاي من مواليد برج الحوت، شنو سؤالك؟ الحوت؟ نعم، ارقامها 6 و9 و7. اوكي. جميل ناحية الحظ، يعني شوية ما عندها حظ هي. لا طبيعية. ما عندها مشكلة. طبيعي ارقامها 6 و7 و9، لا انت ولا اثنيناتكم يعني تعتبرون طبيعيين. لا مو ما عندكم حظ، طبيعيين يعني ما عندكم مثلا ما عندكم رقم 8 اللي يخليكم غير محظوظين، يعني انسان يعني نقدر نقول عليه طبيعيه وهي هم من ايضا طبيعيه. ماشي. زين استاذ، يعني احنا شنو الدلو هوائي يعني الجوزاء؟ الدلو الميزان والجوزاء أبراج هوائية، هذولا أبراج من النوع اللي يكونون يلعب المنطق دور رئيسي بحياتهم، من النوع المفكرين، مو من النوع اللي إحنا مثلا ماشية الناس يقولك هذا هوائي يعني متقلب، لا الهوائي معناه إنسان مفكر يلعب المنطق دور رئيسي بحياته. المتقلب اللي هو السرطان العقرب والحوت، هذولا يكونون مزاجيين، اما الجوزاء والميزان والدلو لا، يعني الابراج الهوائيه فهم غير متقلبين مثل ما يظن البعض او الفكره السائده للناس بصوره عامه. يعني من ناحيه الزواج برج الدلو شلون؟ هذه السنه يعني الزواج هذه السنه ناحيه برج الدلو هذه السنه من منتصف شهر 7 وصاعدا لمده سنه لحد 15/8 عندكم سنة خاصة تكون بوجه خاص للزواج، المتأخرين بالنسبة للمتأخرين من مواليد برج الدلو تكون عندهم فرص كبيرة إن شاء الله للزواج. إن شاء الله. تستمر مثل ما قلت لك لحد 15/8. أوكي حلا. أهلا وسهلا بك، يا هلا هلا. ناخذ اتصال لهاتفي آخر. ألو. ألو نعم. ألو. ألو نعم. مشاهدينا الكرام، ارقام الهاتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه مهيئة لاستلام مشاركاتكم او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغه العربيه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. من يعي؟ تفضل. انا مرتضى خماس. اهلا وسهلا مرتضى، يا مواليد. مواليد 1988 18/4. مرتضى انت من مواليد برج الحمل، ارقامك 3 و9، شنو سؤالك بالتحديد؟ ان شاء الله مشكور. ارد اعرف نفسيتي شوي. برجك من انت من مواليد برج الحمل، انت من النوع المفروض اخ مرتضى تكون من النوع برج المرح. الحمل الحمل 18/4 صح؟ ايه 18/4. انت بالذات من النوع اللي تكون انسان مرح، المفروض يعني بحياتك من النوع الاريحي، يعني حتى بقعدتك ويا اصدقائك من النوع اللي تكون منطلق مو كابه ولا كذا، فمن ناحيه النفسيه انت اخر واحد يحكي على هذا الشيء، بالذات من مواليد برج الحمل، فمن النوع اللي كلش منطلق، فما اكو شيء يعني اثر على نفسيتك، الحمد لله والشكر. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بك مرتضى. ناخذ اتصال هاتفي. الو. ألو نعم. ألو. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. من جاي؟ أنا شيماء. أهلا وسهلا شيماء، يا مواليد. 25/12/78. 25/12/78/7/1/8/7. أرقامك 7 و8، أنت من مواليد برج الجدي شيماء. شنو سؤالك بالتحديد؟ مواليد. والله أنا مو شراء بيت يعني. شراء بيت الفترة الماضية كانت لك كل الزينة. يعني هذا لحد قبل كم يوم، كان لحد قبل اسبوع تقريبا فات كانت الفتره ايجابيه لكم، ليش ما اشتريتي بهذيك الفتره؟ ما اعرف والله. عموما الفتره الحاليه ما انصحك بها، اذا تاجليها بعد على بدايه شهر على بدايه شهر 7 يكون افضل ان شاء الله.
اوكي ان شاء الله. حاليا او في موضوع عندي بنتي نعم مواليد 97 نعم 9/11/97 زين هذه من مواليد برج العقرب من مواليد برج العقرب نعم على مود النجاح اسال أرقامها 1 و9 النجاح يعتمد حسب اجتهادها يعني أكو هواي ناس يدزل رسائل على الفيسبوك يسألوني يقولوا أنجح لو لا مثلا هاي الأشياء ما أعرف لها يعتمد على حسب اجتهادها إيش قد هي كانت شاطرة تنجح يعني هل راح تنجح أو لا هاي الأشياء ما أعرف لها إن شاء الله بس إن شاء الله خير المهم ما عندها مشكلة أهلا وسهلا بيك ناخذ اتصال هاتف آخر ألو 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 السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا من هي؟ عزيز أهلا وسهلا عزيز يا مواليد مواليد 91/13/12 عزيز أنت من مواليد برج القوس شنو سؤالك بالتحديد؟ سؤالي من ناحية الرزق وناحية الزواج أوكي من ناحية الرزق هاي السنة لك إيجابية صارها من منتصف السنة الماضية يعني اللي راحت لحد الآن ما كانت وما زالت إيجابية لمواليد برج القوس مثل ما ذكرت قبل شوية أكثر الأبراج من استفادة ماديا هم مواليد برج القوس ومواليد برج الجوزاء من ناحية الصحة وضعكم فترة الحالية فترة إيجابية بصورة عامة هذه السنة من منتصف شهر 7 وصاعدا تكون عندكم سنة إيجابية من ناحية السفر أو الدراسة أو إذا عندكم قضايا هاي الأمور أوكي ناخذ اتصال هاتفي اخر الو 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 نعم الو السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا من جاي السلام عليكم عليكم السلام من جاي محمد مواليد 1983/14/3 محمد انت من مواليد برج القوس العفو برج الحوت شنو سؤالك اسف برج الحوت برج الحوت اسمعني من التليفون يعني على حظي يعني انت من مواليد برج الحوت ارقامك 2 و5 و7 ركز لي على التليفون بلا زحمه محمد حتى تسمعني زين اسمعني من التليفون محمد محمد هذا كله من وقتك دي يروح لا سمعك أرقامك 2 و5 و7 من ناحية نفسية وضعكم طبيعي من ناحية الحظ أنت أيضا طبيعي بس هذه السنة لك إيجابية تستمر لغاية منتصف شهر 7 أوكي شنو سؤالك الآخر رجاء محمد اسمعني من التليفون بلا زحمة أنا بالنسبة للسؤال الأخ على متزوجتي برج القوس ايش قد تاريخ ميلادها؟ برج القوس ايش قد مواليدها؟ برج القوس 5/12 5/12 اي سنة؟ 5/91 اوكي محمد هي من مواليد برج القوس ارقامها 1 و3 و5 شنو سؤالك بالتحديد حتى اجاوبك؟ يعني بالنسبة لي أنا على حالتنا النفسية ما عندكم لا من النوع لا القوس ولا الحوت أنت ما عندكم مشكلة من ناحية نفسية يعني وضعكم نقدر نقول عليه طبيعي مستقر أنت لك الفترة الحالية على اعتبار الفترة الإيجابية لك من ناحية الأمور العائلية السكن تغير بالبيت تدخل قطعة أثاث أو تغير ديكور البيت على أبسط يعني أبسط شيء وهي فترة إيجابية لها أنه تحسن علاقتها وياك بصورة عامة بوجه خاص على اعتبار أنه الشمس في بيت السابع لها اللي هو برج الجوزاء فبالتالي مواليد برج القوس الفترة الحالية لهم إيجابية أنه يحسنون علاقتهم الزوجية بشكل خاص باقي الأمور طبيعية ما عدا شيء إن شاء الله أوكي محمد إن شاء الله تكون جاوبتك إذن مشاهدين الكرام نصل بكم الآن إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه ونبدأ مع مواليد برج الحمل تنشغلون في ضبط شؤونكم البيتية والعقارية بوسعكم قضاء وقت ممتع مع أفراد العائلة
من فجر الاثنين تشعرون بقوة الحظ في حياتكم عاطفيا وماليا، وتسعدون من خبر يتعلق بأحد أولادكم. بيوسعكم شراء ورقة يا نصيب. من مساء الأربعاء انتبهوا إلى صحتكم، خاصة إن العمل سيتراكم لديكم. من فجر السبت تركز اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم، ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم وشركائكم، ولا تتسرعوا في استخلاص النتائج. الثور تنشطون في مجال السفر والاتصالات واللقاءات، وتعززون علاقتكم بأخ أو جار. من فجر الاثنين تفضلون المكوث داخل البيت والاهتمام بمصالحكم العائلية. كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع أحد أفراد العائلة. من مساء الأربعاء تجتازون بصورة عامة فترة أفضل تدفع بكم إلى التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم. من فجر السبت يتراكم العمل لديكم وتجدون صعوبة في التفاهم مع أحد زملائكم، انتبهوا إلى صحتكم. الجوزاء الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي من عمل إضافي. من فجر الاثنين تنشطون في السفر والاتصالات، كونوا أكثر وعيا على الطرقات ولا تدخلوا في مواجهة مع أخ أو جار. من مساء الأربعاء تفضلون التركيز على شؤونكم البيتية والعائلية، بوسعكم تعزيز الروابط العائلية. من فجر السبت تشعرون بقوة العاطفة، مع ذلك من يواجه أزمة عاطفية على الأغلب تجد نهايتها لتحل محلها علاقة أفضل في وقت لاحق. السرطان تشعرون بثقة كبيرة بالنفس، ولديكم نشاط يساعدكم في أخذ زمام الأمور بأيديكم والدفع بمصالحكم. بوسعكم القيام بخطوة جديدة. من فجر الاثنين تتاح الفرصة لمكسب مالي، لكن احذروا من النفقات. من مساء الأربعاء تنجحون في مجال الاتصالات والدراسة، وتعززون علاقتكم بأخ أو جار. من فجر السبت تواجهون المتاعب داخل البيت أو مع أحد أفراد العائلة أو في عقار يعود لكم. الأسد تتراجع صحتكم وتفتقدون نشاطكم المعهود، اخلدوا إلى الراحة ولا تبالغوا في مجهودكم الجسماني. من فجر الاثنين تستعيدون حيويتكم وتمتلئون نشاطا وقدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها. اضبطوا أعصابكم أثناء التعامل مع الغير. من مساء الأربعاء ثمة فرصة لمكسب مالي. من فجر السبت تنشطون في السفر والاتصالات، كونوا أكثر وعيا على الطرقات وابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم. العذراء تنشطون اجتماعيا وتلتقون أشخاصا ترتاحون إليهم، منكم أن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة. بوسعكم الاعتماد على الأصدقاء. من فجر الاثنين تتراجع صحتكم، اخلدوا إلى الراحة. من مساء الأربعاء تستعيدون عافيتكم وتمتلئون نشاطا وحيوية وتنجحون في الدفع بمصالحكم. من فجر السبت ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم. مواليد برج الميزان تنجحون في تحقيق خطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي. الفرصة جيدة لمن يبحث عن عمل. من فجر الاثنين تنشطون اجتماعيا وتلتقون أشخاصا قريبين من فؤادكم. كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع صديق. من مساء الأربعاء انتبهوا أكثر إلى صحتكم، سيتراكم العمل لديكم. ابتداء من فجر السبت تفتحون صفحة أفضل تعيد إليكم نشاطكم، مع ذلك حافظوا على دبلوماسيتكم أثناء التعامل مع أحبائكم. العقرب تنشطون في رحلة أو سفر بعيد، أو تجرون اتصالا مع شخص في مكان بعيد. تشعرون بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم. من فجر الاثنين ينصب تفكيركم حول المحافظة على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل والدفع بمصالحكم. يتدعم مركزكم الاجتماعي. من مساء الأربعاء تسعدون من لقاء أشخاص يميلون إلى التعاون معكم. لا تترددوا في قبول دعوة من صديق. من فجر السبت تتراجع صحتكم، اخلدوا إلى الراحة. احذروا ممن يتآمر عليكم عن حسد أو غيره. القوس تنشغلون في إدخال تعديل على ميزانيتكم. من المحتمل أن تحصلوا على مبلغ من المال من تعويض أو شراكة. من فجر الاثنين تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يقوم برحلة إلى مكان بعيد. الفرصة مناسبة للطلاب للدراسة والامتحانات. من مساء الأربعاء تبذلون جهودكم لتحقيق خطوة جديدة تدعم من مكانتكم لدى المسؤولين في مجال العمل. من فجر السبت كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع أحد الأصدقاء. الجدي تلتقون أشخاصا ترتاحون إلى صحبتهم وتسعدون من تعاونهم معكم. يوم مناسب لتعزيز شراكتكم.
من فجر الاثنين ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم، خففوا من نفقاتكم. من المحتمل أن يتعطل مبلغ من المال يعود لكم من شراكة أو تعويض. من مساء الأربعاء تنشطون في مجال الدراسة والاتصالات وتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بأحبائكم. من فجر السبت حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل ولا تدخلوا في مواجهة مع المسؤولين. الدلو تنهمكون في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم، تجدون تعاونا من زملائكم. نظموا جدول غذائكم ومارسوا نشاطا رياضيا للمحافظة على لياقتكم. من فجر الاثنين يتركز اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم، لا تندفعوا في استخلاص النتائج. من مساء الأربعاء تنشغلون في تنظيم ميزانيتكم، ثمة فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض. من فجر السبت كونوا أكثر وعيا على الطرقات وابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم. أخيرا مواليد برج الحوت، تجتازون بصورة عامة يوما إيجابيا يجمعكم بأحبائكم وتسعدون من خبر يتعلق بأحد أولادكم، لا تبالغوا في تجربة حظكم. من فجر الاثنين انتبهوا إلى صحتكم، سيتراكم العمل لديكم، تجنبوا مواجهة محتملة مع أحد زملائكم. من مساء الأربعاء تركز اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم، بوسعكم القيام بعمل يتطلب تعاونا من طرف آخر. من فجر السبت ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم واحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي، والله أعلم. إلى هنا نأتي إلى ختام البرج العالي لهذا اليوم، ألتقيكم بإذن الله يوم الأربعاء المقبل. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون الشرقية. مع السلامة.